في أول رد فعل روسي على قرار المعارضة السورية مقاطعة مؤتمر سوتشي، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن البيان الختامي للمؤتمر سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية. في ظل أجواء ضبابية بسبب مواقف الأطراف من الحضور، ظهرت تسريبات إعلامية حول نص البيان الختامي لمؤتمر سوتشي للحوار السوري تتضمن دعوة الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية. تسريبات يرى المراقبون أنها جاءت عقب رفض بعض أطراف المعارضة حضور المؤتمر في خطوة لتحفيزها على الحضور. كانت هيئة التفاوض السورية قد صوتت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشي بأغلبية 26 صوتا من أصل 36. دوليا أكدت الأمم المتحدة أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص لسوريا ستيفان ديمستورا وافق على حضور المؤتمر، أمر لاقى ترحيبا من جانب موسكو، وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية أن الجولة التاسعة من المفاوضات السورية في فيينا تناولت التحضير لمؤتمر سوتشي. وأفاد البيان بأن الجانب الروسي وممثلين أمميين توصلوا على هامش لقاء فيينا إلى تفاهم حول عدد من القضايا المتعلقة. كانت بعض المصادر قد تحدثت عن تهديد روسي للمعارضة بالخيار العسكري إذا قطعت المؤتمر، وأضافت المصادر أن منصة موسكو وشخصيات مستقلة صوتت لصالح المشاركة. وكشفت المصادر أن واشنطن وباريس دعمتا مقاطعة المعارضة السورية لمؤتمر سوتشي. واشنطن صاغت مع حلفائها الأوروبيين والإقليميين وثيقة تضمنت ربط المساهمة في إعادة الإعمار بتحقيق الانتقال السياسي. تحركات كثيرة في الملف السوري من أستانا إلى جنيف مرورا بفيينا وانتهاء بسوتشي التي يعتبرها البعض الفرصة الأخيرة لحل الأزمة المتواصلة منذ 7 سنوات.